خلال استعداد العام الدراسي القادم تقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنشآت من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تأمين بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، أيضاً من خلال توفير الخدمات اللازمة بشكل مستمر وقائم طوال العام، وهذا يتم أيضاً خلال التعاقد مع مزودي خدمة مختصين في مجالاتهم، توفير طاقم إشرافي. تنقسم الخدمات المقدمة لنوعين: خدمات معنية بمستخدمين المبنى وخدمات خاصة بالمبنى ذاته. على سبيل المثال، الخدمات المعنية بمستخدمين المبنى مثل خدمات النظافة، الحراسة، وفيما يخص خدمات المواصلات المدرسية، حاليا وزارة التربية والتعليم تقوم بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات بتفعيل وتحقيق مبدأ الحافلة الذكية، بحيث تكون التغطية أشمل، مراقبة على الحافلات من ناحية المسار، حضور الطلبة، وذلك الحفاظ على أمن وسلامة طلابنا. وزارة التربية والتعليم متعاقدة مع شركات أيضا مختلفة تقديم خدمات الصيانة. عندنا نوعين رئيسيين من أنواع الصيانة، والتي تتمثل في صيانة وقائية وصيانة تصحيحية. يتم سنويا بوضع خطة لصيانة شاملة للمدارس بالتعاون والتنسيق مع شريك الاستراتيجي وزارة تطوير البنية التحتية، حيث يتم استهداف عدد من المدارس سنويا. يتم فيها أعمال تطويرية كأغلاق ممرات، أعمال تكييف أسباق، واستبدال الأرضيات وتزويدها بأنظمة مكافحة للحريق، وتجهيز المدارس بالأثاث المدرسي الجديد. هذه المناسبة نهنئ الطلاب وأولياء الأمور والجميع بمناسبة العام الدراسي الجديد، ونتمنى لهم التوفيق.